الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطاهرين. أحبتي المشاهدين، مشاهدينا ومتابعي هذه المسابقة القرآنية الوطنية التاسعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انطلقنا من محافظة ميسان في هذه المسابقة الرائعة، ونحن نعيش هذا اليوم، هذه الدقائق الإيمانية معكم، وحيث التغطية المباشرة للمسابقة الوطنية الكبرى. في بداية لقاءاتنا هذا اليوم نتوقف مع القارئ والأستاذ من الموصل السيد غدير العرجي، حياك الله سيدنا. حياك الله أهلا سيد بكم حسن. سيد غدير، كيف وجدت الأجواء الإيمانية في هذه المحافظة وهي تحتفل ولأول مرة هذا الاحتفال وهذا الكرنفال الكبير؟ هذه المحافظة كما سمعنا من أهل ميسان قالوا لم تشهد هذا الحضور الطيب وهذا الحضور العظيم، لا من المسؤولين يجتمعون دائما معا ولا من الحاضرين يكونون دائما قلبا واحدا، فكيف وجدتم الأجواء وأنت من محافظة الموصل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. في البداية أشكرك سيد حسنين وأشكر قناة الفرات إتاحة لنا هذه الفرصة الطيبة وإجراء هذا اللقاء. حقيقة اللسان عاجز عن وصف الشعور، شعورنا خاصة نحن وفد الموصل، أتكلم عن نفسي وعن وفد الموصل المتكون أكثر من 12 شخصا بهم قراء وبهم حفاظ، عن ما شاهدناه من الطيبة العراقية الأصيلة عند أهل ميسان وعند أهل العمارة. نحن سامعين، قد سمعنا بطيبة أهل العمارة وبكرمهم، لكن اليوم شاهدناها ولمسناها بأنفسنا أينما تذهب. بالأمس أنا كنت أتجول في السوق والشارع الكورنيش، مجرد أسأل واحد، أي شخص أسأله، مجرد يعرف أن أنا قرآني وأنا ضيف وأنا من الموصل بالذات، لا يتركني إلا بدون أن أبالغ، يعزمني، يعني يتمنى أنه أتفضل عنده في البيت. إلى هذه الدرجة، هذه الطيبة، هذا الكرم. صحيح العراقيين كلهم مشهورين بها، لكن وجدت هنا في محافظة ميسان أكثر. أما عن الأجواء الإيمانية القرآنية فلا يخفى عليكم، المسابقات القرآنية وخاصة هذه المسابقة الرائدة، المسابقة الوطنية التي تقيمها الدائرة القرآنية في مؤسسة الشهيد المحراب، والتي كانت لها اليد الطولة في إقامة أول مسابقة وطنية عام 2004 بعد سقوط النظام السابق. مسابقة ما شاء الله حافلة، سواء من ناحية الفنية بالقراء والحفاظ الجيدين والمتمكنين، وكذلك مثل ما تفضلتم من جمع ولم شمل جميع العراقيين، فكما ترون هنا في هذه القاعة بدون أن نفرق، ولكن كمجازا نقول هنا الكردي والعربي والتركماني والشبكي كذلك، وهنا الشيعي وهنا السني من جميع محافظات العراق، من دهوك وإلى البصرة، تحت سقف هذه القاعة، قاعة قصر المؤتمرات في ميسان. فأجواء إيمانية يعجز الإنسان، الأخوة، المحبة، تجد ابن البصرة جالس مع ابن الموصل، تجد ابن ذيقار جالس مع ابن الرمادي، تجد ابن العمارة جميل جالس جميل مع ابن كركوك، السني مع الشيعي، الكردي مع العربي، مع التركماني، السني مع الشيعي. هنا قد ذابت هذه الفوارق القومية والمذهبية، قد ذابت هنا الله تحت الله سقف هذه القاعة، قاعة قصر المؤتمرات. وأنا أعتبر هذا، أهل ميسان لازم يعتبروا هذه نقطة تاريخية في حياتهم، إنجاز دولي وعالمي عظيم. يعني حقيقة كبار السياسيين لم يستطيعوا، ولعله لن يستطيعوا في يوم من الأيام لو دخلت الفتنة، أن يوحدوا كما وحد القرآن وكما وحدت هذه المسابقة وهذا التلوين الرائع. سيد غدير، المشاهد الكريم يود أن يطلع على المراكز التي حصلت عليها سابقا في هذه المسابقة وغيرها. بفضل من الله سبحانه وتعالى، أنا مثل ما تفضلت قارئ، أقرأ القرآن منذ أكثر من 25 سنة والحمد لله، وبالطريقة العراقية، ومعروف في مدينة الموصل، على كافة مدينة الموصل بتلاواتي الحمد لله. ولكن مشاركاتي اقتصرت في مسابقة شهيد المحراب في مجال التفسير، لأن أيضا عندي اهتمام ومختص في التفسير،
لا نقول مفسر، لا، المفسر كلمة كبيرة، نحن أقل شأنا كثيرا، لكن مهتم بكتب التفسير وبالشأن التفسيري. أحرزت الحمد لله المركز الثاني في مسابقة الوطنية السادسة التي أقيمت عام 2009 على قاعة فندق المنصور، وفي مسابقة أخرى مسابقة النخبة الوطنية أيضا عام 2009 بفضل من الله أحرزت المركز الأول والحمد لله. بارك الله فيك، بارك الله، أدام الله توفيقك. أحبة المشاهدين، أنا أيضا أحييكم أينما كنتم، وأحيي كادر البث لقناة الفرات الفضائية، وأشكر كل القنوات التي تعاونت مع هذه المؤسسة وهذه القناة، والآن تعرض بشكل مباشر هذه اللقاءات وهذا الكرنفال العظيم وهذه المسابقة القرآنية. ننتقل الآن إلى أجواء المسابقة، حيث المسابقة القرآنية الوطنية التاسعة.